السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن دواء فريد من نوعه وجديد لسه واخد أبروفل من FDA من حوالي شهرين. دواء يمثل أمل جديد إن شاء الله لمرضى الصدفية، مرض عنيد، مرض يعني بيعاني منه المصابين بيه معاناة شديدة، فإن شاء الله يمثل أمل جديد ليهم إن شاء الله في العلاج. وزي ما قلت ان هو فريد من نوعه من حيث طريقة عمله او الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ومن حيث تركيبه كمان، لذلك يعتبر ده الدواء الوحيد اللي انا اخترته من ضمن الليستة الكاملة اللي توافق عليها السنة دي في 2022 من الـ FDA. اخترته زي ما قلت ان هو يعتبر اول دواء يحتوي في تركيبه على ذرة الديوتيريوم. دي ذرة الديوتيريوم، وده يعتبر نظير الهيدروجين. الهيدروجين اللي هو زي ما كلنا عارفين بيحتوي على نواة من البروتون، مكونة من بروتون 1 بروتون وإلكترون 1 إلكترون، والشحنة طبعا بتاعت البروتون هتكون بوزيتيف 1. نظير الهيدروجين اللي يعتبر برضو موجود، يعني طبعا مش بوفرة زي الهيدروجين، الأباندنس بتاع الهيدروجين حوالي 99.9، ده يمثل أقل من 1 من 10 في وجوده في الطبيعة، ولكنه موجود وليه خصائص فريدة وبنستخدمه في العديد من المجالات وفي الكيمستري كمان. الديوتيريوم هو النظير الأثقل من الهيدروجين. ليه من الشكل كده؟ لأنه بيحتوي على نيوترون زيادة. ستيل نيوكليوس بوزيتيف 1، لكن ذرة بتاع ده سوري النيوترون الزيادة دوت خلى الديوتيريوم أثقل شوية من الهيدروجين. التريتيوم برضو ده نظير تالت، ولكن شحيح، يعني مش موجود بشكل منتشر في الطبيعة، يعني الأباندنس بتاعه نادر جدا، فاستخدامه برضو بيكون شحيح أو نادر. لكن الديوتيريوم زي ما اتفقنا هو ليه نفس الخصائص الكيميائية أو الكيميكال بروبرتيز للبروتون أو للهيدروجين، ولكن زي ما هنشوف لا، مختلف في ايه؟ من حيث التارجتنج، من حيث البايندنج مع الريسبتور، ومختلف كمان في ان الانزيمز ما بتقدرش تتعرف عليه بسهولة زي الهيدروجين. فبالتالي ظهر من حوالي 10 سنين فاتوا فكرة ان انا استخدم الديوتيريوم بدلا من الهيدروجين في تصميم الادوية، واشوف والله هل استبدال الهيدروجين بالديوتيريوم هيدي تأثير من حيث الفارماكو داينامكس. فارماكو داينامكس اتفقنا يعني ارتباط الدراج بالريسبتور داخل الجسم، او من حيث الفارماكو كاينيتكس. وهي ايه الفارماكو كاينيتكس؟ برضو اتفقنا ان هي حركية الدواء داخل الجسم، يعني هتأثر في الابزوربشن، هتأثر في الديستريبيوشن داخل الجسم، هتأثر في الميتابوليزم، او هتأثر في الاكسكريشن. فالكلام ده زي ما اتفقنا من حوالي 10 سنين فاتوا كان باب جديد في البحث العلمي او في الكيمستري وفي الدراج ديفلوبمنت، علشان نشوف والله هل فعلا دوت ممكن يديني ادويه مختلفه في تاثيرها ولا لا. ويعتبر الدواء دوت اللي هو الاسم العلمي بتاعه ديو جرافاسيتينيب اول دواء يعتبر دينوفو. يعني ايه؟ يعني مصمم من البدايه على ان هو يحتوي على ثلاث ذرات من الديوتيريوم من البداية، عشان كده قلت عليه دينوفو. الديو كرافا سيتينيب اتوافق عليه زي ما قلت لكم من حوالي شهرين. ممكن ناخد نشوف اللينك دوت ونعرف القصة كاملة، هكتب لكم برضو اللينك في الديسكريبشن. واتسوق تحت التريد نيم اللي هو سو تيك تو. الديو كرافا سيتينيب او السو تيك تو هو دواء مصمم لعلاج مرض الصدفية أو مرض السورياسيس. ومرض الصدفية هو مرض مناعي أو أوتو إميون ديزيز. أوتو إميون ديزيز يعني مرض بيبقى ناتج عن فرط نشاط الجهاز المناعي في جسم الإنسان. زي ما حضراتكم شايفين دي صور لأدفانسد سورياسيس أو صدفية متقدمة، وبيبقى شكل الجلد عليه سكيلز أو عليه قشر بالمنظر ده، بيبقى صلب. ومن هنا جت تسمية صدفية، جاية من الصدفة، بيبقى عامل سكيلز أو قشر كده عامل زي الصدفة.
صلب وطبعا خشن جدا وبيدي ملمس مش كويس وشكل مش كويس طبعا في المريض، وده بيأثر على نفسيته وبيأثر على حتى تعامله اليومي. لو مثلا أصاب إيديه أو رجليه يبقى عرضة المكان اللي مصاب بالصدفية للجروح باستمرار، وبالتالي عرضة للإنفكشن بصفة مستمرة والتهاب. طبعا التهاب هو مرض التهابي من الطراز الأول، فطبعا بيسبب للمريض مشاكل يومية من حيث التعامل في الشكل، طبعا بيؤثر على شكل المريض فبيؤثر في التعامل والثقة بنفسه، ومن حيث كمان المشاكل الجانبية زي الانفلاميشن زي الانفكشن وغيره. طيب في السلايد دي عاوز ادي شورت ديسكريبشن كده عن المرض وازاي بيحصل المرض او بيتطور المرض وايه دور المناعة فيه. البداية بتبقى من عند نوع من الخلايا اسمها الدينتريوتيك سيل. دينتريوتيك يعني الخلايا الشجيرية، لان اطرافها زي ما حضراتكم شايفين كده عاملة تفرعات زي الشجرة بالظبط. الخلايا ديت بتبقى نشطة شوية عند مريض الصدفية في طبقة البشرة او في الابيديرم، ونفس الكلام بيبقى في هايبر سيكريشن من الانترفيرون الفا وبيتا. الانترفيرون الفا وبيتا دي نوع من انواع السيتوكاينز المناعية اللي المفروض تبقى موجودة في ليفلز معينة في الشخص الطبيعي عشان تقوم بنشاط مناعي مناسب عند الحاجة، لكن عند مريض الصدفية بتبقى زيادة شوية أو شويتين، بحيث إن هي بتنشط الدينتريتك سيلز دي تخليها نشطة وبالتالي تؤثر على باقي الخلايا المناعية زي ما هنشوف. البداية زي ما قلت لكم من عند الانترفيرون اللي هو بيبقى اوريدي زايد، يبتدي يعمل بايندنج الانترفيرون ده على ريسبتورز موجودة على سطح الدينتريتك سيلز. الريسبتورز دي وده كلاس كبير من الريسبتورز بيبقى مرتبط من داخل الخلية بكاينيزس، والكاينيزس دي انواع كتير اوي. كاينيز اصلا يعني انزيم بيعمل فوسفوريليشن. يعني ايه؟ يعني يضيف مجموعة فوسفيت الى البروتينز. طيب اضافة المجموعة الفوسفيت دي لها اهمية؟ اه طبعا اهمية كبيرة جدا في السيجنالينج التأشير، او ان هو يدي معلومة معينة لداخل الخلية. كتير جدا من البروتينز والانزيمز داخل الخلية ممكن تكون اكتف في الحالة الفوسفوريليتد او ان اكتف في الحالة الفوسفوريليتد على حسب. فبالتالي عملية الكاينيز اكتيفيتي او الفوسفوريليشن دي مهمة جدا علشان تشغل انزيمز تخليها تشتغل او تطفي انزيمز. فبلاقي في الخلايا بصفة عامة الريسبتورز اللي هي associated with كاينيز دي كتير قوي، و different classes و different categories. اللي بيأثر عندي في مرض السورياسيس او اللي انا بهتم بيه او هو يعتبر التارجت بتاع الديو جرافاسيتينيب هو تي واي كي 2 كاينيز، وعندي برضو بيبقى فيه مرتبط بريسبتور جاك 1 كاينيز، بس مش هو ده الهدف. انا الهدف بتاعي التي واي كي 2 كاينيز اللي هو المفروض بعد كده بيعمل فوسفوريليشن لبروتين اسمه الستيت 1. والستيت 1 دوت بيبتدي هو مع الستيت 2 اللي هو فوسفوريليتد بالجاك 1 بالجي اي كي 1 يروحوا للنيوكليوس ويحفزوا الترانسكريبشن علشان من ناحية الدنتريتك سيلز تزيد وتنشط وتنقسم أكتر، ومن ناحية تانية تفرز سايتوكاين تاني اسمه الانترليوكين 23. الانترليوكين 23 بدوره بيروح على نوع تاني من الخلايا المناعية اللي هي التي سيلز، ويرتبط برضو بالريسبتورز اللي عليها، ونفس الكلام في الدنتريتك سيلز بلاقيه في التي سيلز بلاقي الريسبتورز دي متصل بيها برضو الكاينيزس الجاك 2 بقى المرة دي مع برضو التي واي كي 2 نفس الكلام، وهيعملوا برضو نفس الحركة او نفس السيجنالينج ان هم هيعملوا فوسفوريليشن، بس المرة دي لبروتين تالت اسمه الستيت 3، والستيت 3 برضو يروح على النيوكليوس علشان يعمل ترانسكريبشن او يساعد في الترانسكريبشن لمجموعة من الاوامر بقى ومجموعة من الجينز اللي من دورها برضو بتزود من عدد التي سيلز اللي موجودة في الابيديرم، وبتزود من افراز او تكوين
الانترلوكين 17. هو ده بقى المشكلة، الانترلوكين 17 هو ده اللي بشكل مباشر يروح على الخلايا اللي بتصنع الكيراتين في الجلد، تمام، اللي بسميها الكيراتينوسايتس، ويخليها تنشط تنقسم بشكل كبير جدا عن الطبيعي، وتكون بقى السكيلز اللي احنا بنشوفها دي. ما هو الكيراتين ده هو البروتين اللي بيدي للجلد الصلابة بتاعته، فزيادة افراز الكيراتين او زيادة عدد خلايا الكيراتين او الكيراتينوسايتس ده بيعمل لي القشر دوت او السكيلز دي، وبيسبب تقدم المرض ويعمل انفلاميشن وهكذا. ده باختصار الميكانيزم بتاع مرض السورياسيس، وزي ما حضراتكم شايفين في عندي كذا بروتين ممكن استهدفه، تي واي كي 2 والجاك 1 والجاك 2، ستيت 1 ستيت 2 ستيت 3، دي البروتينز اللي موجوده في الدنجريتك سيل وفي التي سيلز، اللي زي ما قلت لحضراتكم اهداف كويسه لتطوير الادويه. وبالفعل في ادويه ظهرت كانت بتستهدف الجاك انزايم او الجاك كاينيز، ولكنها كانت نون سيلكتيف. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني غير انتقائيه، يعني بتاثر على الجاك 1 والجاك 2 اللي موجودين في الدنتريتك سيل وفي التي سيلز، وكمان بتاثر على الجاك انزيمز اللي موجوده في الاذر ريسبتورز. زي ما قلت في من شويه ان الريسبتورز ده او النوع ده من الريسبتورز المرتبط بالكاينيز والجاك كاينيز كمان منتشر في كافه انواع تقريبا الخلايا الموجوده في جسم الانسان. فبالتالي استهداف النوع ده من الانزيمز وخصوصا في الاكتيف سايت هيكون غير انتقائي او نون سيلكتيف، وهيؤدي الى العديد من الادفيرس افكت او السايد افكتس. طيب نشوف مع بعض بقى الدراج بتاعي اللي هو الديوكرافاسيتينيب بيشتغل ازاي او بيستهدف ايه بالظبط. قلت لكم من شويه ان هو بيستهدف الانزيم ده اللي هو تي واي كي 2، بس هنشوف بيستهدفه ازاي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت اللي كانت بعنوان الليجند بروتين انتراكشن عن انواع الدراجز. اتفقنا ان الدراج بتاعي ممكن يكون اجونست. يعني ايه اجونست؟ يعني يروح للاكتيف سايد بتاع الريسبتور او بتاع الانزيم ويعمل بايندينج بدل من الناتشرال ليجند او الناتشرال سبستريت اللي المفروض يرتبط بالانزيم في الاكتيف سايد، لا هو يبقى شبهه ويروح ينافس السبستريت على الاكتيف سايت. هو ممكن يكون الدراج بارشال اجونست، يعني الى حد ما شبه السبستريت لكن المنافسه بتكون اقل شويه من الاجونست، يعني برضه بيرتبط داخل الاكتيف سايت ولكن بصوره اقل.
او ممكن يكون انتاجونست، نفس الكلام بيكون الدراج بتاعي شبه السبستريت ولكن البايندينج بيبقى سترونج، سترونج حتى من الاجونست، بحيث ان الانتاجونست بيرتبط بالاكتيف سايت ولكن بصوره قويه جدا، بحيث ان هو ما يسيبش الاكتيف سايت بسهوله مره تانية، وفي الحاله دي يعمل له انهبيشن او يعمل بلوكيج. بلوكيج يعني خلاص يقفل الاكتيف سايت، عشان كده بسميه انتاجونست او بسميه بلوكر. بلوكر يعني قفل الاكتيف سايت على السبستريت واصبح في الحاله دي الانزيم انهبيتد، ما يقدرش يقوم بالوظيفه بتاعته. او ممكن يكون انفيرس اجونست، يعني برضو بيرتبط بالاكتيف سايت ولكن بيدي اكتيفيتي عكس الاجونست او عكس السبستريت، وقلنا دي بتبقى مقتصره على الاين شانل، بدل مثلا ما يدخل الاجونست يخلي الشانل تدخل صوديوم، لا الدراج بتاعي يرتبط بالشانل ويخليه مثلا يدخل كلورايد، يعني حاجه بالنيجاتيف. ده مش موضوعنا الانفرس اجونست يعني، بس ايه قلناه برضو في الحلقه اللي فاتت وقلت اذكركم بيه. وعندي نوع اخير اللي هو الالستيريك موديليتور، وده بيبقى الارتباط ما بينه وما بين الانزيم او الريسبتور في مكان تاني غير الاكتيف سايت، بسميه الستيريك سايت. الستيريك يعني جانبي، مكان جانبي جانب الاكتيف سايت. ايه الميزه في الالستيريك سايت او الستيريك ميديوليتر؟ ان انا دلوقتي بعيد خالص عن الخناقه اللي بتحصل داخل الاكتيف سايت، ملهاش دعوه بيها، انا بروح بشتغل لوحدي كده وعلى رواقه في منطقه تانيه خالص على الانزيم اللي هي الالستيريك بايندينج سايت. وفي نفس الوقت ارتباط الدراج في الالستيريك سايت بيعمل انهبيشن ولكن بطريقه اندايركت، بحيث ان الارتباط ده بيغير في شكل الانزيم، يخلي الاكتيف سايت برضه شكله يتغير ويصبح غير قادر على القيام بوظيفته، غير قادر على الارتباط بالسبستريت، فهيصبح برضه في الحاله دي انهبيتور زي الانتاجونست. بس الانتاجونست ده دايركت انهبيشن، يعني ارتباط مباشر بالاكتيف سايت وانهبيشن مباشر. لكن الالوستيريك ميديوليتور ده ممكن تعمل اكتيفيشن على فكره، يعني ممكن الارتباط بالالوستيريك سايت يعمل اكتيفيشن زياده للانزيم، وممكن يعمل انهبيشن على حسب التاثير اللي هياثره على الشكل بتاع الانزيم. طيب من هنا نروح بقى للدراج بتاعنا اللي هو الديوكرافاسيتينيب، ونشوف والله ايه قصته. قصته ان هو بيستهدف زي ما قلنا التي واي كي 2، احد الكاينيزز المرتبطه بالريسبتورز في الدنديريتك سيلز وفي التي سيلز. وادي شكل الانزيم، هنلاقي ان في الاكتيف سايت اهو اللي بيقوم فيه بعمليه الفوسفوريليشن. احنا قلنا كلمه كاينيز يعني انزيم بيقوم بالفوسفوريليشن، بيعمل فوسفوريليشن لاذر بروتين زي الستيت 1 ستيت 2 ستيت 3. والظريف بقى او الحاجه المثيره في الانزيم ده، اولا التي واي كي 2 موجود حصرا او بشكل كبير في خلايا المناعيه الدنتريتك سيل والتي سيلز، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو بيحتوي على الالوستيريك سايت في المنطقه دي، والالوستيريك سايت ديت يونيك بالنسبه للتي واي كي 2، يعني ما بيشتركش معاه في الالوستيريك سايت اذر كاينيزز. فدي نقطه مهمه جدا، ممكن انا كمطور للادويه اشتغل عليها، ان انا ادور على ادويه تعمل بايندنج للجزء ده او للسايد ده، ولو وصلت للدواء دوت يبقى انا كده وصلت لهاي ليفل من السلكتيفيتي. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم الجزء ده او الستريك سايت يونيك بالنسبه للتي واي كي 2، يعني لو استهدفته يبقى انا بستهدف بس الانزيم ده، مش هاثر على الاذر كاينيزز اللي موجوده في اماكن تانية او في خلايا تانية، وبالتالي الدواء بتاعي هيكون افكتيف بس على التارجت بتاعه وهيكون فعال، وهيكون طبعا السايد افكتس بتاعته قليله جدا. طيب دي النقطه اللي ابتدوا منها في تطوير الديوكرافاسيتينيب زي ما قلنا، فعلا صمموه، شافوا شكل الالوستيريك سايد وابتدوا يعملوا بيلدينج للدراج بتاعهم. وفي البدايه كانوا عاملين الدراج بالهيدروجين، يعني كانت ميثيل جروب عاديه خالص، كان ده هيدروجين 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 عاديه، كانت لسه فكره الديوتيريوم مش مطروحه. وبالفعل جربوه على التي واي كي 2 والتي واي كي 1،
لقى ان هو ليه سيلكتيفيتي عالية جدا جدا بنسبة تقريبا 90%. يعني لما احطه على تو انزيم التي واي كي 1 والتي واي كي 2 بيعمل انهيبيشن 90 الى 10 او 9 الى 1 للتي واي كي 2، يعني سيلكتيفيتي عالية جدا جدا. بيرتبط بالالوستريك سايد زي ما اتفقنا، ملوش دعوة خالص بالاكتيف سايد. وجربوه على اذر كاينيزس لقوا ان هما ما بيقدرش يستهدفهم طبعا، لان بقية الانواع من الكاينيزس ما فيهاش الالوستريك سايد ده. فمن هنا فعلا نجحوا في اول خطوة ان هما يطوروا دواء او ستراكشر يستهدف يونيك سايت على تي واي كي 2، ويقدر فعلا الاستراكشر ده او الدراج ده يعمل بايندنج بشكل فعال جدا ويقفل الاكتيفيتي او يثبط الاكتيفيتي بتاع تي واي كي 2 خالص. وجربوه على الخلايا المناعية وجربوه ان فيفو، لقوا الدنيا تمام جدا مفيش اي مشكلة لحد دلوقتي. ظهرت المشكلة امتى؟ لما ابتدوا يجربوه على الان فيفو ستاديز وخصوصا على الارانب. لما حقنوه في الارانب لقوا ظهور سايد افكتس. طيب ليه ظهرت السايد افكتس؟ هنا بقى نقطة تانية يا جماعة، المفروض الستوري بتاعتنا او النظرية بتاعتنا ان المكان ده سيلكتيف ويونيك في تي واي كي 2 بس، يبقى ظهرت منين الاكتيف سايدز؟ حللوا البلازما بتاع الارنب بعد ما خد الدواء، لقوا ان الدواء بيتكسر داخل جسم الحي او جسم الارنب، والجروب ده بيحصل لها هيدروليسيس. دي اميد جروب بيحصل لها هيدروليسيس وبيديني دريفاتيفز من الدراج. خدوا الدريفاتيف او فصلوا الدريفاتيفز دي بتاع من الدراج من البلازما وجربوها تاني ان فيترو على تي واي كي 2 والتي واي كي 1 واذر كاينيزز، لقوا ان الدريفاتيف ده نون سيلكتيف تي واي كي انهبيتور. يعني هلاقي التي واي كي 1 اللي هو موجود بقى في اذر بارتس او في اذر سيلز في جسم الانسان، لقوا ان الميتابولايت او ناتج التكسير بتاع الدراج بعد ما بيدخل الجسم بيبقى نون سيلكتيف، بيبقى نون سيلكتيف. يعني دراج اخده مفيش مشكله، يدخل جسم الانسان يستهدف التارجت بتاعه مفيش مشكله، لكن اول ما بيروح للليفر بيحصل له هيدروليسيس وينتج عندي نون سيلكتيف تي واي كي انهبيتورز اللي هو الميتابولايتس اللي هو بيبقى فاقد للجروب ده. بعد ما يحصل هيدروليسيس هنا يصبح عندي الناتج نون سيلكتيف. هو برضو بيبقى الوستيريك انهبيتور، لكن التي واي كي 1 برضو فيه الوستيريك سايت الميتابولايت بيقدر يشتغل عليه هو كمان. فهنا انا فقدت الميزة بتاعت الايه بتاعت السلكتيفيتي، ويظهر عندي توكسيسيتي وسايد افكتس كتيرة جدا، وهو دوت اللي لاحظه. ومن هنا يا دكاترة يعني نتعلم ان انا دايما في الريسيرش بتاعي مش لازم اكون ستيك قوي للهايبوثيسيس اللي انا حطيتها في الاول او النظريه اللي انا حطيتها في الاول، ممكن ارجع في كلامي او اغير عادي مفيش مشكله على حسب التطورات. انا حطيت هايبوثيسيس او حطيت افتراض، والله بختبر الافتراض ده ومره واثنين وثلاثه، بدخل على الان فيفو ستادي على الفيران ماشي، وبعد كده على الارانب، وبعد كده بطلع لحد ما بوصل للانسان. قابلتني مشكله بقولش والله لا ايه انا كده فشلت او اعيد من الاول او الكلام ده، لا ما ادور على حل. ما دام الدنيا ماشيه معايا ووصلت الى الان فيفو يبقى الدراج واعد، اشوف ايه المشكله اللي حصلت واحاول ادور لها على حل. وكانت دي بقى يا شباب يعني كانت النقطه اللي خلتهم بقى يطوروا دواء عمل زي ما قلت لكم يعني صيحه في المجتمع العلمي وفي صناعه الادويه، ان انا وخصوصا ان هم يعني لقوا حل غير تقليدي، يعني دوروا على حل غير تقليدي. طب دي بيحصل لها هيدروليسيس، هل يا ترى بقى ارجع واعيد التصميم بتاعي من الاول؟ لا، جت فكره الديوتيريوم هنا. الديوتيريوم مختلف عن الهيدروجين من حيث ايه؟ من حيث ان الريسبتورز او الانزيمز بتتعرف عليه بس بشكل غير دقيق غير الهيدروجين. انا اقصد هنا الانزيمز اللي بتعمل هيدروليسيس اللي هي الهيدروليتيك انزيمز. فهي دي كانت الفكره، ان انا لو بدلت الهيدروجين بديوتيريوم واصبح عندي المشتق دوت او الدواء ديوتيريتد في المنطقه دي، المنطقه اللي بيحصل فيها هيدروليسيس، من المتوقع
ان الانزيمز اللي هتعمل هيدروليسيس هتبقى مش قادره تتعرف على المكان ده بشكل جيد، وبالتالي مش هتقدر تعمل له هيدروليسيس، وهو المطلوب. المطلوب ان انا احافظ على الجروب ده، يبقى انا حافظت على الجروب دوت من خلال انا بدلت الهيدروجين بديوتيريوم. الديوتيريوم هيعمل بايندنج في الالوستيريك سايت عادي خالص، مفيش اي مشكله، بس الميزه اللي هيضيفها ان هو هيقاوم الهيدروليسيس. طيب ده الافتراضي الجديد، ابتدوا يجربوه ان فيترو نجح تماما، ابتدوا يجربوه ان فيفو على الارانب نجح تماما برضو، واتحولت النسبه من 4% الى تقريبا 0%. 4% ايه؟ 4% هيدروليسيس من الدراج. يعني كان في الاول لما كان فيه هنا هيدروجينز كنت بدي دراج 4% منه بيحصل لهم هيدروليسيس بعد حوالي ساعتين او 3 ساعات. لما غيرت وعملت سويتش للديوتيريوم اصبحت تقريبا نسبه الهيدروليسيس 0%، وبالتالي السايد افكتس هتبقى برضو 0%، والدراج هيكون سيلكتيف بشكل كبير جدا على التي واي كي 2 اللي موجود في الدنتريتك والتي سيلز، وهيدي الاكتيفيتي بتاعته بس على السورياسيس او المشكله بتاعت السورياسيس، ومش هيروح لاي مكان تاني، ومش هيديني اي توكسيسيتي او سايد افكتس. الحقيقه فكره ادخال الديوتيريوم على الاستراكشر بتاع دراج مش جديده، وزي ما قلت لكم من حوالي 10 سنين الناس شغاله في القصه دي، وبالفعل عندي 4 دراجز موجود فيهم الديوتيريوم، متصممين من البدايه ان يكون فيهم الديوتيريوم، عشان كده بسميهم الدينوفو. دينوفو يعني هم من البدايه متصممين على اساس ان يكون فيهم الديوتيريوم بدل الهيدروجين. في منهم واحد فشل في الكلينيكال ترايلز، واحد اتوافق عليه اللي هو الدواء اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو الديوكرافا سيتينيب، ده اتوافق عليه من شهرين، وفي 2 لسه في السكه ومتوقع ان هم كمان اتوافق عليهم. على الجانب الاخر في عندي ادويه تانية برضو فيها ديوتيريوم، ولكن بنسمي بقى القصه بتاعتهم او اللي حصل فيهم بالديوتيريوم سويتش. يعني ايه؟ يعني الادويه ديت في اول ما طلعت بالهيدروجين عادي ونزلت السوق والناس ابتدت تتعالج بيها لمده 20 سنه. ايه هي ال 20 سنه دي؟ اللي هي مده البيتنسي، مده براءه الاختراع، ان الشركه تنتج حصريا الدواء ده بموجب براءة الاختراع ده. طيب الشركة خلصت ال 20 سنة بتاع البيتنسي، يبقى كده تبتدي الشركات تقلد المادة الفعالة وتنتجها. علشان احمي الدراج بتاعي واخد 20 سنة اضافية، لجأت الشركات للحيلة دي. يعني هم من البداية مش حاطين في التصميم الديوتيريوم، لكن بعد ما خلص البيتنسي بتاع الدراج، يعني الدراج اول ما نزل كان نزل عادي ما فيهوش ديوتيريوم، لكن بعد ما خلص ال 20 سنه بتاعت البيتنسي قالوا والله طيب ما نصمم دواء جديد ونبدل فيه بعض المجموعات بالديوتيريوم، بعض المجموعات اللي فيها هيدروجين بالديوتيريوم، وبالتالي انا هقدر اكسب بيتنسي جديده و20 سنه جداد ان انتج فيها الدواء برضه حصريا لصالحي. فقصه الديوتيريوم سويتش هي الغرض منها بيزنس اكتر من ان هو يكون الهدف منه العلاج او تصميم دواء جديد. يعني هي كل الادوية دي مش ادوية جديدة الحقيقة، هي ادوية نزلت قبل كده، ولكن الشركات ابتدت تقول والله انا هغيرها او هحط في التركيب بتاعها بدل الهيدروجين الديوتيريوم عشان اكسب بيتنسي او مدة بيتنسي جديدة. في النهاية حابب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبفكركم إن
صفحه باي انفورماتيكا بتقدم ليكم كل خدمات الباي انفورماتكس والكمبيوتيشنال بايولوجي زي النتورك فارماكولوجي، الدوكينج، الميكرو دايناميك سيميوليشن، الفولدنج ستادي، الميوتيشن ستادي، كل الحاجات اللي لها علاقه بالكمبيوتيشنال بيولوجي او كمبيوتيشنال كيمستري بنقدر نوفرها لكم. كمان بنقدم كورسز في السيليكو ستادي، فان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاع الصفحه اللي حابب يتواصل او عنده محتاج خدمه من الخدمات دي، تواصل معانا ان شاء الله على الصفحه ونقدر نساعده فيها باذن الله. وفي النهايه اشكر حضراتكم مره تانية على حسن الاستماع، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.